السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي جريدة بالبريس، أهلا بكم في هذا البث المباشر من ركراكة الإخوان أمز ميز إقليم الحوز. كنقول لكم المعاناة في هذه اللحظات الإخوان مني صبات هذا الشتاء، كيف ما كتشاهدوا غادي نقربكم من الخيام والناس كيفاش كيحاولوا أنهم يديروا الميكا، وكاينين الناس منهم اللي دخلات عليهم الشتاء الاخوان بحال هاد السيده هاد السيده هذه اللي كانت لداخل هي وبنتها، وتا جاو دراري متطوعين، دراري اللي قاموا بواحد العمل خيري تطوعي هما اللي عاونوا هاد البنت هذه باش صايبوا لها دابا الطونج، لان الماء كان مشى لها لحويجها. اجي نحاولوا ندخلوا شويه لداخل، قربوا معايا ندخلوا، ولكن راه هنا راه صعيب الحال باش غادي ندخلوا الاخوان. هنا الغيوسات ها انتم ما بشارفوا، شوفوا هذه الاشياء اللي كانوا كيخافوا منها الناس. ومعنا الاخ خالد اللي هو ابن المنطقه عندك خو. ايوا كاين زلاله يا معلم، كاين زلاله المغرب اخضر. اجي خالد غير هنايا واحد شويه. السلام عليكم خويا خالد، شنو تقدر تقول لنا عاد باش غندخلوا شويه لداخل على المعاناه؟ حنا كيبانوا لنا بان لا، شي واحد دقيقه تخلط لي الميكرو هنا، دقيقه تخلطوا لي الخيوطه هنا بلاتي. اذا الاخ خالد شنو تقدر تقول لنا على هذا الشيء اللي كنشوفوه وهاد المعاناه ديال الناس هذو؟ تفضل سي خالد. اولا ميكرو على فمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، صباحكم مبروك. هاد الناس هادو ديال أمز ميز راه تعرضوا للظلم وتعرضوا للجور والحيف اي حاجه. وبالنسبه لهذا الشيء اللي كتشوفوا امامكم واللي كتشوفوا راه هو بالتحي امامكم، راه خايف دليل على هذا الكلام اللي كنقول. هنا غير الشباب متطوعين اللي كيحاولوا انهم يعاونوا الناس هنا. الشباب فقط هو اللي الاولاد هنا اجي باش نقربوا له وغادي غنعمروا كاملين، ما عندناش مشكل، الناس عمروا قبل منا ماشي مشكل اخويا. عندك الزهراء هنا ما كاين، انتم اخويا باش تعرفوا باش تحطكم في الصوره، هات كتحط رجلك كتمشي شويه من بزاف. سير اخويا سير، ماشي مخيمات اخرين. سير اجي هنا، اجي انا شفت لك، اجي بشويه ندخلوا عند الدراري هنا. جيت الدراري باش نشوفوا هنا كاين الزهراء الاخوان. لا 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 ايوا 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 اجي ندوزوا عند الدراري هنايا. واو واو اكثر الزهراء. كاينه معاناه الاخوان او معانا باش نوريكم الدراري، نوريكم غير الدراري المتطوعين هادو هما اللي كيقوموا بعمل تطوعي. ها انتم الاخوان غير باش تحطوكم في الصوره، شوفوا الاخوان حاشاكم، شوف شحال ديال الغيس الاخوان. ها شحال ديال الغيس الزاد راه تبارك الله راه. اذا كملنا اخي خالد، الدراري عندهم ضال على حساب التليفون الله يحفظك، كملنا اخي خالد. الناس كيعانيو في المخيمات، لا في الشمس لا في الحراره لا في البرد، وزادت دابا هاد الازمه ولينا كنطلبوا الله تعالى باش ما تكونش الشتا. هي جات الشتا وجات طامه الكبرى، الناس هزوا من الماء في لي طونج، الناس كلهم ولاولاد الشباب، هاد خيرات الشباب المتطوع المسؤولين. حنا ما عندناش، حنا هنا بعدا ما عندناش مسؤولين، ما عندنا لا مور الشعب. انا نقولها لك الدائره واحد هذه دائره واحد، هذه الدائره واحد منطقه الكراكا السفلى. انا خالد قبل ما تتكلم، انا باش نكون معاك منطقي، بحال دابا البارح مثلا شفنا السيد الباشا كيفرق، شفنا بعض الاعوان السلطه، شفنا بعض كنشوفوا القوات المساعده، ولكن اللي ما شفتش انا باش نكون معاك صريح، هي الجماعه بصفه ما شفتهاش انا. انا شنو تقدر تقول على الجماعه؟ لا هذوك الناس مجرد اوراق، او نقول لك مجرد كراكيز متطفلين. هذوك الناس الدور ديالهم غائب تماما جمله وتفصيلا. ودابا في هذه اللحظه وحنا كنعيشوا هذه الازمه مثلا، باش نحطوا الناس في الصوره، هاد الناس هادو دابا هما متضررين هنا، ها هما. واش دابا دورنا العدسه، واش غتبان لك شي سياره ديال الجماعه ولا شي واحد من الجماعه هنا؟ ما كاينش والو، شي واحد من الجماعه ما كاينش. رئيس الجماعه في هذه اللحظه واش ناعس ولا فايق؟ هذه علامه استفهام كبيره. رئيس الجماعه فين هو دابا في هذه اللحظه؟ الله اعلم. رئيس الجماعه راه هو رئيس الجماعه جالس مقصر مع رئيس الجماعه، راه بعدا ديجا عنده سوابق اخلاقيه وداك الشيء. ما هضروش على الجماعه، الجماعه مجلس فاشل، هذا الشيء كنقولوا فيه. ما قدموا حتى شي حاجه في هذا الزلزال، هو خير امتحان ليهم وما داروا والو لهاد الناس.
غير المحسنين الله يجازيهم بخير اللي جاوا من المغرب من اوروبا هما اللي داروا مع الناس الخير وامال البر. وما راه نقطه اخرى راه المسؤولين انتم في هذه المنطقه عندكم مرشح اخويا خالد؟ حنا ما عندناش مرشح، لكن واحد اللي انتخبوا عليه الناس انا مثلا في دائره واحد نهار مشاو عنده الناس قال لهم انا اعتزلت انا انسحبت انا بحال هكا هكا وهو اصلا ما حاضرش. علاش؟ لانه ولا في المعارضه، لان احنا دابا عندنا دابا هنايا المجلس البلدي ولا تشق انقسم الى انقسامات ثلاثه الجروبات فهمتيني. باقي ما واضحش فيه كاينه فئه مع الصالح العام وربما فئه مع العصافه الرويده. دابا الرئيس وحده اييه المجلس السابق كيجر دابا هو اللي عنده الاغلبيه 11 شخص اييه، والمجلس الحالي دابا تقريبا راه عنده مهرجين سبعه الاشخاص. شيء مؤلم حبيبي. خويا خالد حنا دابا في بث مباشر ياك، قرب اجي حدايا اجي غير حدايا. حنا خويا خالد دابا في بث مباشر، الناس كيشاهدوا معنا هذه المعاناه اللي حنا كنشوفوها هي امامك بالصوره. فرسالتك هنا اول حاجه للناس اللي كيقولوا ان الناس ديال امز مياز ولا هذه ربما راه صافي قضوا الغراض، راه ما بقاش خاصهم حتى حاجه ياك. كاين بعض الناس كيقولوا ان هاد الناس راه ما بقى خاصهم والو، زعما راه عندهم الخير أيه عندهم اللي يكفيهم. واخا اعطيني شنو هما الحاجيات اللي كينتظروا هاد الناس هادو، المعاناه اللي كينتظروا اللي كيعيشوا هاد الناس. شنو هي؟ اعطيني غير الحاجيات اللي تقدر تعاونهم، شنو يقدر يعاونهم الناس؟ راه خصهم اصاحبي على الاقل اللي كرافان بعدا حوايج ديال مسائل ديال التدفئه لي شوفاج، هاد الحوايج هادو اساسيين. الناس كبار خاصهم رعايه خاصه، امراض مزمنه ما يمكنش ليهم اصاحبي ينعسوا حتى لوحده الليل. واحد يلاه راه شقال يجيب العيد ديالو من قنتشخور، راه حشومه راه الراعي كيبقاو فوق الناس الزعكاز. مرا كبيره ما قادراش فشي غدا الفجر باش ندخلوا عدد الدري هذا ونحطوهم في الصوره. اجيو الاخوان مثلا عطاو هذه شوف كيفاش كتبان لكم هذه مثلا. هيا اجيو شوفوا اجيو شوف هانتشوف هانتشوف باش غير نحطوكم في الصوره. عندك ازلك تعاود ثاني بشويه اجي اخويا هانتشوف غير باش نحطوكم في الصوره. نحطوكم في الصوره شوفوا الماء شوف الماء شوف ترى راه كارثه. راه كنا كنقولوا شحال هذه حنا كنادي ليها انا ازيد من 20 يوم. شوفوا الماء الاخوان شوفوا الماء شوف داخل كي ولا لا ما ندخلوا كاع لا ما نزيدوا ندخلوا حدنا غير هنا بحيره انتوما الاخوان الا زادتوا هاد الساعه راه فين يوليو الناس يوليو يفترسون الارض. انتوما الاخوان باش نحطكم في الصوره اول ما شو باش نحطكم في الصوره شفتوا ها اول ما سير اخوي خالد على الله زيد شويه يعني. سير زعما هاد المراه حكيني بلاش خالد كاين قداد الناس هادو قداد العيالات هادو. سول هاد المراه شنو شوف كاينه قداد المراه ها سول قرر حدا. السلام عليكم عسل عليك وانت شفتي كلشي بعينيك ما خدينا انا كنشوف انا عارف من النهار الاول شفت كلشي وشفت كلشي ايوا قول له واش دخل عليك الماء ميتي دخل عليه الماء دخل عليه الماء حتى الخيمه ديالها حتى الباش ديالها كلها هزين حوايجو ما انا دخلت دخل عليك الماء ميمشي جا عندكم شي واحد من الجماعه والو ها والو ما طلع علينا واحد من نهار اللي ضرب الزنزان ما شفنا والو. فك البرد ام ميمشي دابا وقع راه مريضه ديال الشاي مريضه بالقلب واخا ام ميمشي الله يرحمها واخا شكون هو اللي ولدها ولا شي واحد عطانا النمره ديالها شكون؟ ما عندها ولد مسكينه عندها الله عندها بناتها عندها بنيه مسكينه واخا خديتي الخيمه ولا ما خديتيش خيمه؟ عطاوك خيمه؟ دات الخيمه بعد الصعوبه جابها لها نسيبتهم انا حضرت لهم ما خليتش فين تقاتلت انا على الخيام الخيام ما خليتش فين تقاتلت عليها. قولي لنا كيفاش خدات الخيمه هذه؟ جاب واحد السيد نسيبه من كازا ياك هادشي اللي كاين قولي لهم اش كاين جاوبوهم لتما هذا شي واحد من كازا نسيبهم اللي جاب لي الخيمه جاو من الدار البيضاء طلبتو مشى طلبهم قال لهم عطيهم الخيمه نسيتي ما عندها باش تقعد هذا جا من كازا ومشى طلبهم جابهم هي هذه اللي علو المقدم ما شافكش شتي هي مريضه بمرض القلب تنقول تنقول
مشيت تاعي عند باش انا مشيت انا مخا كل شيء تيقول اسري دابا نجي. امتى خديتها؟ امتى خديتها دابا؟ هادي دابا شي شهرين يمكن ياك ولدي شي. ايوا الحمد لله الحمد لله، راه كان البارح اللي ما كانش. شوفوا الاخوان الحاله ديالنا حنا كي ولينا. شوف شوف شي 23. شوفوا الاخوان الحاله ديالنا. ها شوف الاخوان. شوف انا شوف انا دابا وليت كنقطر انا. ها انا وليت كنقطر الاخوان. هاد المره دابا ها. نعم هاد المرة دابا ما تبقاش فيك دابا. ها المهم شي هو المهم شي. شنو هي الرساله؟ شنو تقول للمحسنين؟ شنو تقول للمحسنين المهم شي؟ ايوا نقول لهم الله يعاونهم الله يسهل عليهم الله يكثر خيرهم. اييه ايوا ويعاونونا الله يسهل. واش هاد الشيء كيرضيك؟ هاد الشيء كيرضيك؟ لا واش هاد الشيء عاجبك؟ لا ما عجبنيش. ها لا هذه حالة ما عجبتنيش. عجباتك ولا ما عجباتش؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله ما يتعجب. الحمد لله. الله يحفظك امي. الله يصبرك. الله يصبرك اخوان. الشراب بدات كتجهد شويه. بدات كتجهد شويه. كاين مي اجي نزعمو شويه. ما عندناش مشكل. انا سرت صافي. انا تكرفص دابا بحال عايم. انا دابا ماشي مشكل. اجي حنا جينا من اجل باش نقلوا هذه المعاناه غير باش نشوفوا حلول. ها انتم الاخوان شوفوا الناس ولات كت هاد الناس ما كيعطيوناش حلول. دنيا دنيا تضل على التليفون. الله يحفظك على التليفون. تضل على حلول ديال الحلول الوعود الكاذبه وكيسدوا التليفون وكيمشيو. حلول. انا النائب الاول كونين في حاجه ثانويه عطاني وعود كاذبه شي حوايج ومشى. هادو حوايج ثانويه اللي بساط كانوا كيقضيها معنا المجلس السابق. غير بالضحك كنكونوا جالسين حتى كيجيبوها لينا. يعني ما كاينش. وحنا من هذا المنبر كنناسدوا جلالة الملك امير المؤمنين. واش يرضيك هذا الشيء؟ ها حنا تحت المطار. اذا باش نكونوا منطقيين، شنو تقول للناس اللي ما كيطبقوش التعليمات الساميه الملكيه في حين ان صاحب الجلاله كيقول خاص تكون مراقبه، خاص هاد الناس المنكوبين تكون العنايه، خاص تشدوا لهم بخاطرهم من الجانب النفسي ومن بكل شيء، في حين ان بعض المسؤولين ما كيطبقوش هادشي. شنو هي رسالتك لهاد الناس؟ هادو اللي لا راه صريح. الخطابات ديالو صريحه. الخطابات ديال صاحب الجلاله كلها صريحه. غير اللي بغى يدير هذوك الناس سامحهم الله، وحنا ما غاديش نسامحهم دنيا واخره. واللي دا شي حاجه راه غادي دار ليه. ويهمل ولا يهمل. وعاش الملك وعاشت المملكة المغربية حرة مستقلة، فهمتيني؟ ولا عدوان إلا على الظالمين. شكرا لك الأخ خالد. إذا أجي معايا خويا باش نكمل واحد البث مباشر. شكرا لك أخي خالد. الله يحفظك لي يا خويا عادل. أجي نعطيكم واحد الشكر بحالك. مرحبا. تفضل كاين. الشكر هذا كنعطي واحد الشكر جزيل لقناة بالبريس. الله يحفظك. شخص خويا شخص خويا يوسف. الله يحفظك خويا. تحية لكم. هذا واجب. لأنكم درتوا لنا واحد التغطية شاملة من الزلزال وهاد الأحداث هذه كلها. شكر وشكر خاص وجميع الطاقم ديال الله يحفظك. شكرا لك. بالبريس. شكرا لك. هذا واجب حبيبي. عارف اللي كاين. هذا واجب. إذا الإخوان علاش ما يكونوش الناس مثلا عراضيين؟ علاش الناس العراضيين اللي في الجماعة؟ علاش الجماعة ما توفرش الناس عراضيين بشكل كبير؟ هنا علاش الجامعة ما تحركش؟ الناس لا ما يوفروش دابا الميكا ما كايناش الاخوان. شتي الميكرو بحال هكا الله يحفظك. شتي الميكرو بحال هكا. شتي الميكرو اخوان. هنا كنطالبوا الجماعة في هذه اللحظة. كنطالبوا الجماعة باش توفر ناس عراضيين. كنطالبوا الجماعة باش توفر ناس عراضيين. كنطالبوا كذلك من اعوان السلطة انهم يخرجوا يتعاونوا مع هاد الناس. اعوان السلطة انهم يخرجوا يتعاونوا مع هاد الناس. الحمد لله كاينه قوات هنا بالمنطقه. كاينه قوات الحمد لله هنا بالمنطقه مشكوره اللي تقدر تمد يد المساعده. الناس ديال الوقايه المدنيه الحمد لله عندنا عناصر تكفينا ديال الوقايه المدنيه هنا ببركراكه ولا بالاقليم الحوز. الحمد لله كاين عدد كبير ديال العناصر الوقايه المدنيه اللي كانت في الصفوف الاماميه ونرفع لها القبعه. كنطلبوا منكم انكم تزيدوا تواصلوا بخصوص هذه الامطار، لان هذه الامطار ربما حتى هي بحال الشكل ديال الزلزال. غير الزلزال كيقتل هذاك راه كيف ما كتشاهدوا الاخوان. فكنطلبوا منكم انكم تقدموا شويه الرعايه لهاد الشباب هادو اللي هما ورانا اللي كيحاولوا انهم ما امكن يعاونوا بابسط الاشياء. ما عندهم يقدروا هاد الناس ما يكونش عندهم مثلا هاد الناس ما يكونش عندهم بالا فاس الى اخره. فالله يجازيكم بخير. كنوجهوا رساله للوقايه المدنيه للجماعه ديال امزميز وكاع الجماعات اللي عندهم الناس محنين بحال هكا.
وبعض القوات ديالنا مشكورين اللي ناضلوا منذ بدايه الزلزال، ما كرهناكمش انكم تستمروا، وتحيه لكم كبيره. نعاد يوسف عباضله، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك، نتمنوا اننا نكونوا يدا في يد الاخوان باش نعاونوا هاد الناس المنكوبين. وكاينين عدد كبير ديال الناس كيتصلوا بيا، التليفون ديالي ما وقفش، الواتساب راه تبلوكا، غير الناس محنا، فكاينين مناطق كبيره، فالناس اللي كيتصلوا بيا بان عندهم معاناه غنتكلم دابا بصفه عامه. اقليم غندو على جماعه ام زميز، اقليم الحوز كامل، اقليم الحوز كامل كنوجهوا نداء للناس المحسنين انكم تجيو تعاونوا هاد الناس. الناس اللي هما ابطال كما غادي يقولوا تجندوا ويجيو لهاد البلاصه ويعاودوا يعاونوا الناس من اجل الشق. رساله كيوجه لكم خوكم يوسف عباضله، في هاد الامطار الناس تمحنوا، اللي عنده شي طونت، اللي عنده شي حاجه، شي فاس، شي حاجه، يهز ويجي يعاون هاد الناس، يدير يد في يد مع المملكه الحبيبه، لان نضافروا الجهود، خاصنا نبانوا اننا مواطنين وأننا اقوياء الحمد لله، يد في يد باش ما نحتاجوا حتى حد. حنا الحمد لله قادين بريوسنا. دابا راه سرت تبوريشه شداتني انا حاليا. الى اللقاء اخوان، والله غادي نمشي غير نعصر هذه واحد شويه، لان ها انتم الاخوان، ها انتم، ها تشوف كيفاش غتبان لكم. الى هنا نكتفي بهذا القدر، على امل نلقاكم في بث اخر. دائما ارسال يوسف عباض الله على المنبر بالبريس. شكرا للاخ يوسف، من الناس اللي حتى هو كيغير على المنطقه، هو الاخ جمال. تبارك الله عليك اخي يوسف، شكرا لكل المشاهدين الكرام، الى اللقاء.